لمزيد من التفاصيل من اسطنبول ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ عبسي سميسم الكاتب والمحلل السياسي السوري. اهلا بكم استاذ عبسي الى هذه الجوله الاخباريه. يعني هل من الممكن ان تقبل روسيا بمفاوضات مع جيش الاسلام بجعل دوما ضمن المناطق التي ترعى من قبل روسيا ويسيطر عليها جيش الاسلام في المرحله الانتقاليه؟ نعم، حقيقه يعني جيش الاسلام هو في الاساس يعني لديه قنوات تواصل مع روسيا، يعني ويمتلك ايضا من اوراق القوه اكثر مما تمتلك الفصائل الاخرى. ولكن اعتقد انا انه يعني وضع جيش الاسلام حاليا يعني لم يعد لديه الكثير من الخيارات التي من الممكن ان يفاوض عليها. يعني هو يمتلك نقاط قوة بحكم يعني برأيي الشخصي بحكم العلاقة السعودية الروسية الجيدة، والتي ممكن أن يعني تساعد على يعني الوصول إلى صيغة اتفاق مع الروس، تختلف عن صياغة الاتفاق التي تمت صياغتها مع باقي الفصائل سواء يعني أحرار الشام أو فيلق الرحمن يعني في حرس وفي يعني القطاع الأوسط من الغزة. ولكن يعني جيش الإسلام في حال يعني هناك مشكلة في موضوع جيش الإسلام، جيش الإسلام يمتلك عدد كبير من العناصر التي في حال انتقلت إلى أي منطقة فإنها تغير موازين القوى في المنطقة التي تنتقل إليها. هذا إضافة إلى أن جيش الإسلام في حال يعني تم إجباره على الانتقال إلى إدلب هو سيواجه يعني اعدائه السابقين اذا صح التعبير في الغوطه، سيواجههم في ادلب. نعم. يعني جيش الاسلام على خلاف مع هيئه تحرير الشام وعلى خلاف مع احرار الشام، وهما الفصيلان الاكثر قوه في الشمال السوري، وبالتالي يعني خيار الشمال السوري بالنسبه لجيش الاسلام هو خيار يعني سيء جدا. وبالتالي يعني جيش الإسلام يحاول قدر المستطاع التفاوض على البقاء في الغوطة، ولكن بشرط أن يعني حسب ما سمعنا نحن أن الجيش الإسلام يفاوض على يعني جيش الإسلام أمام خياران أحلاهما مر يعني كما يقال. هل الانسحاب إلى إدلب كما قلت بأنه سيكون الانسحاب إلى إدلب سيكون مشكلة لجيش الإسلام، أم المصالحة مع النظام؟ يعني هل جيش الإسلام هو أقرب للمصالحة مع النظام من أجل البقاء في الغوطة؟ هلا جيش الاسلام هو حتى صرح صراحه انه هو يعني يسعى الى التوصل الى صيغه اتفاق يعني حل وسط بين المصالحه مع النظام وبين ان يكون هناك يعني تدخل يعني وسيط روسي في القصه. يعني الجيش الاسلام هو اساسا يطرح موضوع يعني حتى هو ارسل رساله الى مجلس الامن طرح فيها مبادرته التي يعني تقضي بادخال مؤسسات النظام الى الغوطه، ولكن بشرط ان تكون هناك شرطه روسيه يعني داخل الغوطه. يعني هل النظام سيقبل بهذا الطرح؟ يعني الى الان هو لم يقبل ولا حتى الروس قبلوا. يعني الروس يعني كانوا يعني شهدنا تصعيد في لهجه النظام وفي لهجه الروس، يعني هم اعطوه مهله 48 ساعه تنتهي اليوم ومددوها الى يوم الغد، وبالتالي يعني ال 24 ساعه المقبله انا برايي هي التي يعني ستحدد مصير التفاوض بين الروس وبين جيش الاسلام. لا. وفي ما اذا كان سيكون هناك وساطات دوليه في الموضوع يعني قد تدخل للتوصل الى حل وسط. هل من الممكن ان يدخل جيش الاسلام بمعركه كبيره وقويه مع النظام وروسيا من اجل البقاء في دوما؟ هل هو قادر فعليا على الصمود امام ما يخطط النظام عمله في دوما؟ نعم، لا اعتقد ان جيش الاسلام يعني قادر على الصمود في وجه الاله العسكريه الروسيه يعني تحديدا، لان نحن شاهدنا الروس اعتمدوا سياسه الارض المحروقه يعني التي لا تتيح المجال لاي فصيل بان يبدي اي مقاومه باتجاه الكتل الناريه التي كانت تسقط على الغوطه. واعتقد فيما لو كان هناك مواجهه الروس يعني هددوا باباده الغوطه. طبعا الغوطه وضع الغوطه هو وضع مختلف، يعني وضع دوما وضع مختلف قليلا عن وضع الغوطه كونها انها يعني تضم اكبر كتله بشريه في مساحه صغيره، يعني 180,000 شخص ضمن مساحه صغيره لا تعادل
12% من مساحة الغوطة. نعم. فهذا الموضوع يعني أنا برأيي هو يعني يشكل كمان عبء على الروس في حال يعني قرروا قصف الغوطة بنفس الطريقة التي كانوا يقصفون بها. نعم أستاذ طبعا عبسي. إضافة إلى أن جيش الإسلام يمتلك أوراقه أنه يمتلك أيضا أسرى لدى أسرى للنظام، ممكن أن تكون كمان بعض أوراق القوة لديه، ولكن أعتقد أن موقف جيش الإسلام هو ضعيف ويحتاج يعني كي يصل إلى هكذا اتفاق إلى تدخل دول أخرى كوساطة مع الروس كي يتم التوصل إلى اتفاق ممكن. نعم وصلت الفكرة أستاذ عبسي سميسم الكاتب والمحلل السياسي السوري، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.